الطابق الثالث غرفة 10، تفضلوا. تفضلي. أنا رح أترك الأوتيل. قديش بيطلع علي؟ 3000. شو هاد؟ كتير غالي الطوق ورح يغطي كل مصاريف أنا. بس نحنا ما بناخد غير كاش. بيعي وخدي حقه. يا خانم، يا خانم، والله اليوم الشغل دائر، ما في حركة كل هالقد. ايه والله ما كان منيح اليوم. هاي كارولين خانم، وصلت. ايه والله القط ما بيحب غير خناقه. خير، شو جابك لهون؟ هذا مو بيتي أنا كمان؟ بحياة الله، مو أنتي بدك تقعدي بالأوتيل؟ أنا بده يحكي معك بشغلة مهمة كتير. مهمة كتير؟ فاتت. اشتقت أنا كتير للبيت. بلا هالحكي هلأ، شو بدي أقولي؟ أنت ما فهمني منيح علي، أنا أعطى كل مصاري لأدهم لأنه أنا كان بده ينقذ، أنت صدقني. كل هاد كرمالك. لأنه بحبك أنت، وهلأ ما عاد معي مصاري أبداً. ما كان معي أدفع مصاري للأوتيل وعطيتهم طوق تبع أنا. طيب ما فيني ضل بالأوتيل، ما معي. بعرف أنت متضايق مني، بس أنا مو سيئة، أنا بس محتاجة أكون جنبك أنت علي. بحبك كتير أنا. شو أنت يعني بدك ترجعي وتعيشي معي هون؟ أنا لسه مرت أنت. ما رح طول، أنا رح يلم شوية مصاري ورح يدور على بيت صغير. ولهداك الوقت علي بليز أنا بدي أبقى هون. ولا أنت رح يرميني بالشارع؟ مستحيل كارولين، مستحيل. بليز خليني علي، ما في محل روح إله. يا الله يا الله، أنا ما بيجيني من ورا النسوان غير المصايب يا رب بدخيلك. طيب ضلي، خلص ضلي هون بس لحتى تلمي مصاري وتلاقي بيت، ماشي؟ ايه؟ انت ما في منه. بعرف. وافي كارولين، وافي وافي، وين رايحة؟ لفوق على أوضة نوم. مستحيل، فوتي هون في تخت. ماشي حاله، دبري حالك. Thank you.
انت شو عم تعملي هون؟ مفكرة بهالحركات بتضحكي علي ما هيك؟ شو عم تقول؟ حركات شو؟ انت كنت بتحبني آليا، هلا انت ما بتحبني؟ يلا روحي، يلا يلا نقلعي من هون، يلا روحي عقودتك، روحي يلا قومي يلا. لك شو هالنسوان، شو عمل انا كمان زلمه؟ لك وين بدي روح بحالي انا يا